اختي في الكادر هادو كاين خلاف بيناتكم؟ لا لم اتفق معها. سمعنا شي اخبار على مجموعه تفاصيل فقط. استاذه محترمه استاذه مريم جمال الدين ادريسي حاليا لا. كاين بعض الجهات ان كتقول ان باعت الملف ديالك او شيء مثل هذا القبيل، شنو الرد ديالك؟ لا اعتقد هي استاذه محترمه واحترامها على العين والراس، لا اعتقد انه اخلاقها تسمح لها انه تنزل لهذا المستوى، ولكن لم نتفق في اشياء. انا لم اقبل على بعض التفاصيل وخلاص، بس لا اقل ولا اكثر. شفناك مؤخرا مع جمعيه حقوق الضحايا، اليوم شفناك مع العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان، علاش ما استمرتيش وعلاش كملتي مع؟ لا انا ما يعني الموضوع لا ليس له معنى انه انا لم استمر او استمريت. جمعيه حقوق الضحايا في شخص رئيستها الاستاذه عائشه القلاع كانت معي على اتصال امس وطلبت منها الحضور ووعدتني بالحضور اليوم، لان اليوم عندها جلسه في سطات وعلاقتي بها جدا طيبه، وبالعكس اعتقد انها ستحضر إذا انتهت من الجلسة. واخا اختي غاية، شنو الضرر الكبير اللي تعرضتي ليه من طرف المحامي وناقصة الأستاذ زياد؟ ضرر نفسي بالدرجة الأولى، ضرر معنوي بالدرجة الأولى، لأن هذا الشخص تعدى كل الخطوط الحمراء وبدأ ينزل لمستوى التهديد والسب والابتزاز. من أي نوع التهديد؟ يهددني بصوته على هاتفي بعدة أوديوهات أني لازم أنفذ أوامره. تخيلوا يا ناس. مثلا الأوامر للغاية؟ أوامر تخص التحرش، تخص للأسف الأخلاق والشرف. يعني هو سبق لي تحرش بكل للغاية؟ نعم أكيد. للغاية أنا توصلت بعض المحادثات وفيها ربما بعض الصور ديال الاستاذ زيان كيبعث لك صور مخله بالحياه ديال الشخص ديالو، شنو واش هاد الصور هذه حقيقيه او لا مبررة؟ ليس من حقي ان اتكلم في هذا الموضوع اطلاقا قانونيا، لان القضيه امام المحكمه، ويعني تقدرون تسالون الاستاذ حاتم، هو محامي وهو ادرى اللي انا اقدر اقوله واللي ما اقدر اقول اتطرق له. واخا اختي نجلاء، علاش الاستاذ زيان بالضبط في هذه الظرفيه هذه في هذا الوقت هذا بالضبط؟ في سبب واحد فقط، هو ان والدتي كانت في الحياه والان توفيت، راحت الى رحمه الله، قبل غدا ستكمل 6 اشهر. وانا ارسلت له رساله تحديدا بتاريخ 14 اكتوبر 2021 على هاتفه، من هاتفي على هاتفي، لا زالت موجوده عندي. نصحني احد المحامين الاخوان وقال لي معلش للمره الاخيره ارسلي له رساله، وارسلت له هذه الرساله وطلبت منه الحل الودي بكل احترام واخلاق، فعمل لي بلوك. يعني كانت طرق وديه في الاول قبل ما توصلوا له؟ نعم، وارسلت له ايميلات وهذا الانسان لم يتعامل معي مهنيا ولا اخلاقيا اطلاقا. انا سولت كسؤال نجلاء، لانه كاين بعض الجهات كتقول انك انت مندسه من بعض الجهات باش تغرقي مثلا الاستاذ زيان. من هذه الجهات مندسه؟ هذه اسئله مطروحه وسط الراي العام. انت ترى ان شكلي ومستواي ان اكون مندسه من احد؟ ابدا اطلاقا، كله كذب. لو كان عندي اي نيه سوء، اوكي، كنت ما صبرت عليه سنتين وانا صابره. اثنين، انا لست الوحيده ولا الاخيره على 11 قضيه.
اختي غايه كانت خرجت واحد التصريحات ديال واحد الخادمه ديالك كدعي انك تتصرفتي معها بشي تصرفات لا اعلم اي شيء والله العظيم لا اعلم ولا ليس لي علم اطلاقا عن كل ما يقال وعن كل الافتراءات كل كذب وافتراء وللاسف استغرب من محامي ونقيب محاميين سابقا وهو محامي يعني وعنده دراية بالقانون ويمكن عنده دكتوراه لماذا لا ينتظر القضاء أن يفصل ويأخذ مجراه؟ هل كل إنسانة طلعت تطلب حقها بالقانون وتلجأ إلى المحكمة أو إلى الفرقة الوطنية يمارس عليها هذا الضغط وهذا التنمر وهذا هذه الحرب؟ أكيد ميمكنش. دونك اختي غايه انت كتاكدي ان التصريحات ديال الخادمه مجرد تصريحات مفبركه كما تقولي؟ لا اعرف انا من هي هذه الخادمه. الخادمه كتدعي انك كتخدم عندك وقلبتيها بشي شكل غير اخلاقي، هذه اخبار تاروج كنحطوك في صوره باش توضحي لينا. وهذه اخلاقي انا لا تسمح لي ان اسمع هذا الكلام. اخلاقي لا تسمح لي. والله شنو تبغي تقولي للمواطنين المغاربه اللي متضامنين معك في هذا القضيه؟ ودابا حنا واش التصريحه والسيد وجات تحبسنا حكومه؟ ماتهفش عليا شنو تقولي للمواطنين المغاربه اللي متضامنين معاك؟ انا جلال صافي الله يرضي وتتحبس. حنا معانا ما ديرش هادشي عندنا. شيل هاد الجلال باش تخلي كاع الزملاء. حنا دابا قلنا لك سؤال للمواطنين اللي متضامنين معاك. المواطنين كلهم على عيني وعلى راسي، كل المواطنين أشكرهم وأقول لهم لكم الحق أن تصدقوا، ولكن انتظروا للآخر. شو بغيتي تقولي للزملاء الإعلاميين؟ أشكركم كلكم بدون استثناء، وانتم على عيني وعلى راسي. شكرا جزيلا اختي غالي. الله يحفظك. متابعي ومشاهدي جلاله عبر كما شابعتم معنا صراحة نجلاء غايه نحيف. انت على اساس هذاك كنا رأينا